كمان في الدوري الألماني البوندسليغا. كابتن سمير كمونة مدافع النادي الأهلي السابق والمدرب الحالي بالتأكيد. كابتن سمير برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. حبيبي حماد، أخبارك إيه؟ وحشني كتير. وأنت كمان يا حبيبي، منور ومكسر الدنيا في الترند. الله يخليك. طبعا مباراة القمة وفوز الأهلي بخماسية أكيد شفتها بمنظور مختلف عننا، يمكن احنا اعلام بنرصد بعض التقارير او بعض الاخبار، لكن الرؤية الفنية للكابتن سمير كمونة والمباراة دي تحديدا ما خدتش يعني التحليل الفني الكبير. المباراة كانت فيها احداث تانية لكن التحليل الفني ما حدش ركز عليه اكتر، والمباراة كان فيها تفاصيل فنية كثيرة سواء من بيتسو موسيماني او حتى من باتريس كارتيرون. رؤيتك يا كابتن سمير؟ لا، هو طبعا انا توقعت نتيجة المباراة على حسب حالة لعيبة النادي الأهلي. تمام. تركيز لعيبة النادي الأهلي. وموسيماني كان مركز قوي قوي مع فرقة الأهلي، غير فترات طويلة لما موسيماني بيبقى عنده أخطاء أنا أول واحد بطلع أقول، لكن لما بيكون عنده إيجابيات كويسة أنا كمان ببقى مبسوط جدا. فدي بقى روح بقى الناس اللي بتحب النادي الأهلي. بتتكلم على التوقع، توقعت إن النادي الأهلي هيكسب عشان حالته، وكمان الاعلام الزملكاوي والمدرب كارتيرون كان بيصرح تصريحات مش كويسه، وهي دي اللي خلت فرقه نادي الزمالك ما تاديش كويس. تصريحات كارتيرون قال لك ان الماتش سهل بالنسبه لي، لا احنا مش سهل، احنا تيم صعب قوي وتيم قوي وابطال افريقيا، عشان كده بنكسب بالخمسه وسته. ده كان رد في التصريح اللي انا قلته. في ناس كتير ما تعرفش الكلام ده. لا انا تابعتك وسمعتك وانت بتقول الاهلي هيفوز على الزمالك 6-1، لكن في نفس الوقت برضه يا كابتن سمير واحنا لسه هنتكلم في تفاصيل فنيه خاصه بالماتش، طبعا كان ليك تصريح برضه في نفس الوقت مضاد لده، قلت سكواد الزمالك اقوى من الاهلي وخط هجوم الزمالك اقوى من الاهلي. طب ازاي يعني السكواد اقوى وفي نفس الوقت الاهلي هيكسب 6؟ ترجم لي. مظبوط. الفتره اللي فاتت كان السكواد بتاع الزمالك احسن، لكن انا بتكلم على تصريح بتاع الوقت الحالي. السكواد بتاع النادي الاهلي قوي جدا وصفقات قويه واتكلمت عليها واديت كل واحد حقه، لكن انا بتكلم على فترات، بتكلم على الفتره دي ممكن يكون اسبوع اسبوعين، واخد بالك؟ وبالفعل ده حصل. النادي الاهلي كسب سكور وماتش حلو قوي تكتيكيا، واللعيبه كانت فايقه وحاله اللعيبه كانت كويسه قوي، وموسيماني كان مركز مع فرقتنا عكس فرقتنا، كانوا متعليين ان هم واخدين الدوري والاعلام الزملكاوي انه بياخد شويه والكلام ده كله، انما دي جت كل ده جت في مصلحتنا اكيد. طيب الاهلي لما اتفضل يا كابتن سمير اتفضل. انت لا عايز تتكلم فني، اتفضل. الامور الفنيه المتعلقه بقى ان ازاي بيتسو حضر للماتش، التشكيله، الشغل الفني اللي حصل في الجزء الامامي، تحركات قفشه، تحركات بيرسيتاو، البدايه بمحمد شريف رغم ان الكل كان بيتوقع ان ممكن يكون لويس ميكيسوني، اللعب بطريقه 3-4-3، برضه تحليلك الفني للجزئيات ديت. بص، الطريقه دي كانت تتناسب مع لعيبه النادي الاهلي لحالتها اللي هي دلوقتي. النادي الاهلي لعب مباراه الاسماعيلي ونمط البنك، كان الاستكان عالي قوي، مباراه الاسماعيلي سكور 4-0 واداء ونتيجه، وكانت حاله الفرقه كويسه. البنك كان النتيجه لكن الاداء مش افضل حاجه، لكن لعيبه النادي الاهلي جمعوا ما بين الماتشين دول بالتركيز العالي قوي. بدايه المباراه ب 4-3-3، تركيزك باحترامك للمنافس خلاك تكسب كويس قوي. انما الطريقه، خلي بالك، اللي نجح الطريقه اثنين او ثلاثه من وجهه نظري، ثلاث حاجات. يانج نجح الطريقه بتاعت النادي الاهلي ان هو يلعب بثلاثه، يعني ابتدى حمدي فتحي وسوريا يقف شويه وهو يلعب كراس مسلم من النواحي الدفاعيه، بيدافع كويس قوي، وكمان لما بينتقل الكوره من الدفاع للهجوم بيعملها نموذج، وبالفعل ده حصل بالهدف الاولاني في الدقيقه 16 والهدف اللي جابه البليسنج على ما اعتقد في الدقيقه 25 او الشوط الثاني. انما ديانج يعني كلمه السر في النادي الاهلي في التحركات. في حاجه كمان، زمان ارى الجيم من بدري، انت عندك بن شرقي وعندك زيزو عندهم سرعات وعندهم حلول بيتحركوا من ورا الخطوط، قفلوا الجنبين عن طريق بن شرقي، وقف ناحيه اليمين اكرم توفيق والناحيه الثانيه معلول لزيد، خلاص شل حركه نادي الزمالك هجوميا. بالاضافه كمان ان ديانج بقى ابتدى يقابل طارق حامد من قدام، بيفسد كل هجمه وكل لونج باص هو
وعاشور ابتدى نادي الزمالك ما عندوش انياب هجوميه خالص ولا اطراف، فهنا بقى ايه كلمه السر بقى، اكرم ومعلول قفلوا الاطراف، وديانج من قدام بيضغط على طارق حامد ان هو ما يعملش اسيست ويعمل لونج باص اللي متعود عليه بيعمله من بنشار وزيزو. خلي بالك دي نقطه مهمه جدا تكتيكيا ان هو لعب عليها. اكيد. بالاضافه كمان ان انت عندك كان يعني ثلث الهجوم بتاع النادي الاهلي كان فايق قوي، فيكتور وقفشه ومحمد الشريف يعني عايز اقول لك بتتكلم في ايه؟ يعني الفرقه فايقه، كان عاملين رعب دفاعات النادي الزمالك. كل ما يضغطوا يجيبوا ضربه جزاء، يضغط يجيب ضربه جزاء، ديانج يتقدم يجيب شوطه جون، يعمل بلاس يجيب جون. وكمان كان ممكن النادي الاهلي يكسب اكتر من كده. اكيد. عشان الالتزام بتاع لعيبه النادي الاهلي تكتيكيا افسد كل هجمات نادي الزمالك في خلال المباراه. طيب في سؤال انا كنت مستغرب ان انا بسمع، يعني كنت مش فاهم السؤال وطبيعته اللي وكان بيتسال الفتره الاخيره بعد المباراه، بس هساله لك. هو منطقي ممكن اسالك واقول لك مين المدرب الافضل في المباراه يا كابتن سمير، ولا سؤال مش منطقي؟ لا منطقي، انت ما اي مباراه فيها مكسب هتقول للراجل المدرب اللي كسب هو ليه الافضليه وهو الاحسن. طب هل منطقي اقول لك مين الافضل، الشوط الاول ولا الشوط الثاني؟ ممكن. ممكن برضو؟ ممكن طب. ازاي؟ لان انا عارف انت دوت ليه. اصلا اللي اعرفه المباراه بتتحسب نتيجه اجماليه، مين كسب؟ اكيد المدرب الافضل. كسبت انا بقى الشوط الاولاني 4-0، والشوط الثاني ليا تكتيك معين عشان اطلع بان انا كسبان بسكور واربعه، خلاص اجمالا انا اللي كسبان، صح ولا غلط؟ بص هقولها لك باختصار يعني. تمام. ال 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 التاريخ بيكتب نتيجه المباراه من اولها لاخرها. والمدرب الشاطر اللي هو بيعرف يتعامل مع المباراه من اولها لاخرها وبيعمل كذا سيناريو وادارته للمباراه. فده بالفعل موسيماني عمل، انما انا عمري ما شفت مباراه بتتلعب من شوط واحد والنتيجه بتتحسم من شوط واحد. عمرك شفت مباراه 45 دقيقه؟ لا ما يعني لا طبعا مفيش الكلام ده. هو ده بقى اللي هو ده الشغل اللي كان بيشتغلوا عليه. فدي ما يعني انت هل انت بتراضي جماهيرك ولا في قانون جديد نزل ولا؟ بص هو المباراه 90 دقيقه هتقول لي انا جبت جولين الشوط الثاني وكسبتك 3-2 وانا مش عارف المباراه الحكم صفر كام 5-3 بس خلاص كده، ده اتأيدت في القاموس شكرا. ده تاريخ اتعمل النادي الاهلي. وخلي بالك موسيماني لو كان قرش شويه كان يعمل خلي بالك فوز تاريخي. هو لولا الاحتواء بس يا كابتن سمير هو اللي يعني وقف النتيجه بعد الدقيقه 70. انت الماتشات القمه دي بتسمع كلام بقى غريب شويه، فانا بقول لك اللي يخصنا مش عايزين نخش يا محمد المتهات يا يعني، انما لا نشكر بقى لاعبتنا اكيد، الجهاز الفني ونشكر موسيماني وكل واحد اللي بيتعب وربنا بيكرمه اكيد يعني بياخد على قد تعبه ونيته يعني. طيب هل النتيجه دي تؤثر على البطوله، بطوله الدوري، شكل المنافسه؟ لا يا كابتن، ده الماتش بدري قوي، ده الاسبوع الثالث والرابع داخل والمنتخب لسه هيلعب وتوقفات ثاني ولسه دور اول وثاني. ده انت بتتكلم في ايه؟ انا عايز بس اتكلم على الاجوان اللي انا شايفها قدامي دي محمد. ايه اللي السولية بيعمله ده؟ يعني لو فكرنا بكره الشراب بتاع زمان، يعني عارف لعيب برازيلي مع برتغالي مع ارجنتيني، عارف الناس بتوع امريكا الجنوبيه دول ما بيعملوا المهاره غير عاديه يعني. وكمان محمد شريف قطع قدام الونش، ده بقى ثروه القناص، شراسه هجوميه وبيكمل من ورا المدافع يعني خاطفه بجول، هو ده الفرد اللي بنقول عليه بيعرف يجيب جول من ربع فرصه. اسيست ليه معنى؟ كل الاجوان اللي جت جوان ملعوبه وشكل النادي الاهلي متدرب عليها كمان يعني. انت البليسنج ده مستحيل يعني، ديانج عمره بقى له فتره عمره ما عمل الكلام ده، واخد بالك؟ بتتكلم في ضربات الجزاء ازاي علي معلول بيروح بياخد بكل ضربه جزاء ويلبس المسلوسي ضربه جزاء ومره ثانيه ضربه جزاء، يعني انت عارف في هدوء وفي تركيز. اللي كسب لعيبه النادي الاهلي المباراه دي التركيز العالي جدا 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 واحترام المنافس والتحضير الجيد من بيتسو موسيماني اكيد. طيب اختم معاك بسؤال، توقعاتك لتشكيل منتخب مصر امام انجولا، المباراه يوم الجمعه والجوله الخامسه والانتصار مهم جدا، ممكن كارلوس ساكيروش يلعب المباراه باي تشكيل يا كابتن سمير؟
بتتكلم مثلا في محمد الشناوي واكرم توفيق، تمام، عندك باك شمال فتوح، اتنين مساكين، عندك الونش. الونش مش هيلعب انذار فمش هيلعب، ممكن حجازي ويبقى جنبيه مين تتوقع؟ مين؟ ايمن اشرف مثلا؟ ايمن اشرف وحجازي، وعندك السولية طبعا لا غنى عنه، وعندك نني، ادي اثنين في القلب، تمام. اثنين كرات، وعندك صلاح، ممكن كمان انا رايي العب بقفشه، قفشه لعيب غير عادي يعني، انت ممكن يلعب بمحمد صلاح وقفشه ومحمد شريف ومصطفى محمد. محمد شريف، انا كنت جاي لك برضه، محمد شريف ومصطفى محمد، ده تشكيل مثالي بيربط ما بين عنصر الخبره والشباب والتجانس، الناس دي لعبت قبل كده مع بعض، فده انسب تشكيل ممكن مستر كروش يلعب بيه، لان بإذن ده الله. فعلا 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 انا محتاج ان قفشه يرجع تاني لمكانه الطبيعي في منتخب مصر، لان هو يستحق. أكيد. كابتن سمير كمونة، أنا بشكرك شكرا جزيلا وسعدت بالتأكيد بمداخلتك، وكان كلام مهم جدا متعلق بالتأكيد بفوز الأهلي على الزمالك ب5 أهداف مقابل 3، وكمان كان ليه توقع مهم جدا بفوز الأهلي بنتيجة كبيرة، وهو كان متوقع أن النتيجة ممكن تبقى 6-1، لكن يعني نتيجة برضو قريبة منها 5-3، والأهلي فاز وعمل مباراة كبيرة، وتحليل كان رائع جدا من الكابتن سمير كمونة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض، لسه عندنا كلام مهم جدا بخصوص الترندات واللي بيتقال على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة.